كيف شايف تفاعل الجمهور اليوم معك في الحفلة؟ والله مبسوط جدا بردود الأفعال، مبسوط بالحب، وده شيء متوقع. الجمهور السعودي من يعني الداعمين ليا منذ بدايتي يعني، ودايما يعني في ظهري، ودايما بيدعموني من أول مشروع يمكن عملته في التمثيل حتى الآن، فبستمد منهم طاقة كبيرة جدا جدا. جميل جدا. الفنان محمد رمضان معروف عنه انه يحب الرياضة والجيمينج، وش الألعاب المفضلة بالنسبة لك؟ والله ألعاب كتير جدا طبعا، دلوقتي عندي انتماء شوية للفري فاير لأن في عاملين كاركتر ليا فيها، ومبسوط جدا ان الشخصية فيها الطابع العربي، ان هم عاملين الهيستوري بتاع الشخصية، انه اتربى في الجزيرة العربية ومربي صقر، والصقر يعني الصقر من الطيور اللي المتعارف عليها في الميدل ايست، او بترمز للعرب بشكل كبير. وطبعا بلاي ستيشن، بحب البلاي ستيشن. جميل. هل ممكن بحب حاجات حلوه. هل ممكن نشوف فريق جيمنج لمحمد رمضان في المستقبل؟ طبعا 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 طبعا، لان انا بشوف ان الجيمنج هو شبه شغلنا يعني، احنا الاثنين انترتينمنت يعني، الاثنين اتعملوا، الفن والالعاب اتعملوا لتسليه الناس، لانهم يطلعوا شحنه من طاقتهم في الجيم، احسن ما يطلع في حاجه غير مفيده او في حاجه مضره او في حاجه كده. بلس ان في العاب كتير جدا انا بشوف ان هي بتنمي الذكاء وبتنمي الفكر، وبتخليك تعرف تبقى تعرف تعمل استراتيجي لنفسك حلوه في الحياه، خاصة الألعاب اللي بتعتمد على الذكاء مش على الحظ يعني. جميل جدا، الله يعطيك العافية. الله يخليك.